بس عشان انا معايا الدكتور احمد بس نشوف. ماشي اتفضل يا استاذ دكتور احمد. دلوقتي انت خريج كليه الطب مش كده؟ وقلت لي انا خريج كليه الطب جامعه عين شمس. تخصص ايه؟ وخدت ماجستير باطنه عامه. طب ما فتحتش عياده ليه؟ انا اخصائي وعندي عياده وبكتب روشتات دوائيه عادي جدا. يعني انت تمارس الطب؟ انا امارس الطب وتمارس معها العلاج ومسجل لدرجه الدكتوراه في وحده المناعه وتحت اشراف استاذ مناعه استاذ دكتور صبري شعيب، وهو ناظر بعض الحالات هذه. يعني وهو هو بيشجع الموضوع ده. استاذ مناعه ليه بيشجع الموضوع؟ يعني انت يعني بالاضافه انت عندك عياده وعندك المركز ده لسم منها، ولا انت خلاص سبت الطب؟ انا مش سبت الطب، وشغال انا شغال في عيادتي، انا شغال في عيادتي وبكتب روشتاتي عادي جدا. في تخصص ايه بس عايز افهم؟ الامراض البطنه العامه. امراض البطنه العامه؟ ايوه يا فندم. طيب ايه اللي جابك بقى للعلاج بسم النحل؟ بسم النحل او بالنحل عموما؟ حضرتك اولا احنا يعني عايزين نبقى في التقاء في الاراء. اولا دي حاجه من ضمن يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. دي ايه من ايات ربنا. ايه المانع ان احنا نتفكر فيها بشكل علمي وشكل مدروس؟ حضرتك بتقول لي دي خزعبلات. طب الخزعبلات ديت يا فندم حضرتك تعرف المواد حضرتك استاذي وعلى راسي من فوق، حضرتك تعرف المواد الفعاله في سم النحل؟ سم النحل ده يا فندم بيتكون من العديد والعديد من المواد الفعاله، ثبت فاعليه 18 ماده فعاله منها، واخد بال سيادتك؟ في بحث منشور اجنبي. أيوة. دولي محترم. تمام. عن الموضوع ده، وانت بتستخدم حاجات مقننه وعارف كم نحله بتقرص وبتطلع منها قد ايه؟ جبت منين الكلام ده؟ مفيش حاجه علميا، مفيش حاجه كده على فكره يا استاذ وائل، مفيش علميا حاجه كده. انا هكلمه بلغه الطب واللي الاساتذه عارفينها. للاعداد مدي محاضره للاعداد فيها مين فين المجله الدوليه؟ في حاجه اسمها النشر يا استاذ وائل معلش. لا ما انا فاهم بس ايه معنى ايه يعني؟ فين منشوره فين دي؟ طب ليه طب ما انا عارف لما كده ليه كليات الطب ما بتعترفش؟ منشوره فين؟ منشوره فين؟ رد على السؤال، رد على السؤال ما تهربش. منشوره فين؟ ايه اللي منشور؟ الابحاث اللي انت بتقوله ده فين المجله الدوليه المنشور دوليه محترمه يا فندم؟ على الباب ميد حضرتك ادخل. ده الباب ميد مش مجله، ده موقع يا فندم. قول لي المجله، قول لي اسم المجله. ما انا بسالك اهو وانت بترد. سيبني اكمل كلام. اسم المجله ايه؟ المجلات ده اسمها ايه؟ ده حاجات كتير. اسمها ايه؟ ده طب خليني خطوه خطوه. دكتور مجلات كتير. دكتور حامد بس عشان نفهم دلوقتي. طيب قول لي بتعالج. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم. اكتر من 3 يتعدموا في ميدان عام لو حد عمل كده. يا دكتور لو سمحت، اكتر من مين اللي يتعدم؟ اللي بره لانه بيحترموا الانسان. بره الحيوانات التجارب دلوقتي بقى في اعتراضات على استخدامها في التجارب، الحيوانات بقوا بيخافوا عليها. هيجيبوا بني ادم يقعدوا يقرصوه بشويه نحل. ما احنا شفنا ما هم بيقرصوه اهوت لنا. هم بيعملوا هنا لان احنا بلد. طيب والمرضى اللي حضرتك شفتهم في التقرير الانسان هنا مستباح. والمرضى اللي حضرتك واحد بيعالج بقاله 17 سنه بيعالج ناس بيجربوا لهم شلل. طب انا بس فين الشلل اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ خطوه خطوه يا دكتور. بس انا هاخد رايك وبس قول لي دلوقتي. لا يا جماعه لو سمحتوا بس احنا دخلنا في النحل. انت ليك في النحل يا عم اشرف؟ لا سهول العصايه. انت بتاع عصايه السله شغال بيجي له الشلل. انت شكلك هتعجب بالنحل. انا عايز بقى اشوف المشهد ده كده. عايز افهم. مش عاجبك يا جماعه لو سمحتوا؟ لو سمحتوا بص يا فندم المفروض ان احنا بنجيب لو سمحتوا يا جماعه كده مش هينفع النقاش يا جماعه. يا فندم اللي ما يعرفش المواد الفعاله في سم النحل يبقى ما يعرفش انا هتكلم عن ايه. هات لي بحث علمي محترم. ادخل يا فندم على الباب ميد. لا هنرجع تاني نفس الكلام يا جماعه. هنضيع وقت كده لو سمحت. قول لي بس يعني ايه بتاع من الذي من الذي فين البحث العلمي اللي قال كده بره جعلك من نفسك كده تعمل لسعة النحله دي علاجا لاي امراض؟ قول لي كده مجموعه من الامراض ايه. واحد انا بشتغل في فندم والاساس العلمي علاج الم وامراض مناعيه. علاج الالم ده يا فندم مريض اي الم؟ لا هو في بعض الالام بيبقى ليها خلفيه مناعيه زي الخشونه بتاع المفاصل مثلا. دي ليها خلفيه مناعيه. بيحصل جهاز المناعه بيضرب الغشاء الصينوفي فبيقلل ورود الصينوفيا الفلويد اللي هو السائل الهلامي ده. كويس انك قلت الهلامي مش المنوي. مش المنوي. عم اشرف خبطنا. لا يا فندم. طيب فده بيعمل كراكنج او تكسير في الغضروف بتاع المفصل نفسه. احنا لما بنعمل ابلكيشن للبي فينوم في ماده ملتين وماده ادولابين المواد دي. الملتين ده بينشط غده. الغده اسمها ايه؟
الغده إيه؟ الغده النخاميه البيتيوتري جلاند. الغده النخاميه بيطلع الاس تي اتش. لما النحله تقرص واحد غده نخاميه تشتغل الميلتن يا فندم. يا عم بنقول هاتوا مرجع يا عم. يا فندم انا حاسس ان انتوا هتعتزلوا الطب. ده مش طب خالص. ده حتى الدكتور اللي فيهم ما بيتكلمش بالطب. يا فندم يا بتكلم يا دكتور علاء وانا جاي من الشارع. بيتكلم عن الغضاريف. انا جاي من الشارع الكلام ده كلام شارع. انا مش جاي من الشارع يا دكتور. بص حضراتكم اللي علمتوا الكلام ده كلام شارع. بص خد بقى من اللي بيعلمك. اسمع استاذك بقى. سم النحل ده كل القصه بتاعته انه بيطلع كورتيزون. بيطلعه ازاي بقى يا فندم؟ اتعلمها بقى ملتين. طب اسمع بقى بيطلع اسم اتعلمها بيطلع كورتيزون. انا بتكلم بشكل علمي خالص. خلينا نسمعه بس. الكورتيزون هو اكبر مضاد للالتهابات في الجسم. طيب جميل. فبيطلع. فاللي بيحصل ايه؟ ان بيدي كورتيزون. هو انا لما يجي لي عيان واغلب فيه مش عارف اديله ايه علشان اضيع له وجع عصب اعمل ايه؟ اديله كورتيزون. اديله كورتيزون القرص بخمسه ساعات خلاص. انا عايز الكلام ده يا فندم. انا عايز الكلام ده. بس الكورتيزون ده طبيعي له اثار سلبيه يعني في ده طبيعي بتاع الجسم. يبقى انا ما ضربتش المريض. خلينا نفهم بس. ما له اثار سلبيه. ما انا بس اكيد له اثار سلبيه. يعني ايه الاثار السلبيه لسم النحل؟ اللي بيحصل منه ايه بقى؟ ان بيفضلوا يدوه ونرجع لنفس الحدوده بتاعت العصايه. ان انا بخبي المشكله. ايوه من على المريض. الالم بيروح ودي اخطر حاجه. اروح انا للدكتور. لا يا فندم ده علاج. واروح لاي حته ثانيه. يعني المشكله بتزداد لكن مخبيها. يعني مخبيها بالظبط. اصحى الصبح على مصيبه. كان عندي عيان عنده ورم في المخ واحد الاخوه بتوع سم النحل ابتدى يديله جلسات سم النحل. والراجل ماشي كويس. ابتديت اسال في موضوع سم النحل ده. قالوا لي موضوع الكورتيزون ده. ده قصور في التشخيص. بس قعد قد ايه؟ مش طبيب. قعد مش طبيب. والراجل بيصحوه. مش طبيب يا فندم. مش طبيب. مات. ده مش طبيب. يعني هو يمكن ان يخدعك يوهمك. أيوة لبعض صح. الوقت بالظبط كده. والمصيبه تزداد يعني. في مبدا مهم في الطب يا فندم. دكتور بقى انا بس اللي انا مندهش. انت خريج كليه الطب. انا هاخد تعليق حضرتك. وبتنسق وبالتالي عشان تعالج بسم النحل ده يبقى كان لازم نشوف هل دي وسيله لازم. علاج متعارف عليها وتعترف بها كليات الطب وتعترف بها كل المنظمات والتنظيمات الدوليه ولا لا؟ شرق اوروبا يا فندم. شرق اوروبا. انا دلوقتي في مصر بكلمك. في مصر انت بتعمل ده في مصر. خدت موافقه؟ خدت تصريح؟ بص حضرتك احنا دلوقتي عندنا في مصر لو انا كطبيب سبت المجال ده المريض هيسيبني ويروح يلجا لحد تاني مش متخصص فهيضر. يعني انا مرجع حالتين. يعني انصب على المريض كدكتور بدل ما غير الدكتور ينصب عليه. يعني المهم المريض يتنصب عليه. انا متشكر يا فندم لحضرتك عشان موضوع النصب ده. احنا يا فندم القصه دلوقتي فين؟ القصه ان انت دلوقتي ما هو في ممكن يكون تصدير الاوهام للناس يا دكتور. لا يا فندم في حالات تم علاجها بالفعل. البنت اللي داخله قدام حضرتك مزقوقه على عجله دي حاجة دي اللي متابع حالتها استاذ مناعه. طب دلوقتي استاذ مناعه يا فندم وهو قال ان دي وضع مناعي. المشاهدين بداوا يصدموا. والله بقول لك اللسعه بكام يعني دلوقتي. انت كل الناس اللي حضرتك شفتهم دول مجانا. دول غلابه مش فاهمين حاجه. مجانا خالص. انا عايز اقول لحضرتك ده يا دكتور بس اتفضل. هو انت عامل جمعيه خيريه مجانا ليه يعني؟ يا فندم يعني فعلا انا الناس بتوقفني في الشارع الحقني يا دكتور. للدرجه دي؟ انا الاعصاب بتاعت السكر. فهمت قصدي؟ طيب انت الاول كده بتعمل منحل ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ احنا عندنا منحل. سم النحل ده يا فندم. سم النحل ده ايوه باند بيستخدم. سم النحل ده يا فندم بيستخدم بكذا طريقه. بكذا طريقه. في منه بودر بيتحط نقط تحت اللسان كده للامراض المناعيه لما يبقى مريضه زي اللي داخله على الكرسي دي. انتوا مين اصلا؟ انتوا هات لي كده المرضى يا جماعه. هم داخلين كده. صيادله اللي وقفوا لك؟ صيادله اللي بيعملوا يعني انا عايز افهم يا جماعه. مش في بلد احنا هنا. لان انا شايف في ناس احنا في لا دوله. والله في ناس بتكذب. يعني في حاجه اسمها اداره العلاج المستحدث وزاره الصحه تسجن دكتور زي ده لان هو مش واخد ترخيص بيها. اعمل باودر واعمل. احنا في لا دوله. احنا في لا دوله دلوقتي. احنا في لا دوله مصر. بس ايه ده يا جماعه؟ طبعا انت كده انت خدت موافقه وزاره الصحه يا ابني. هو يا ابني خدت موافقه. والنبي استاذ وائل اساله سؤال. انت عامل منحل
ولا مستشفى؟ ده انا شايف ده مستشفى. انا في عيادتي الخاصه وعندك مرحله في عيادتي الخاصه. أيوة. انا في الصالون يا عادي خالص. انت مستغرب ليه زي انت قصدي لكن لما يبقى عندك مريض روماتويد، مريض روماتويد الحقنه الواحده في البيولوجيكال تريتمنت ب 6 و7000 جنيه. لسعة النحلة بكام؟ لسعة النحلة دي الجلسة ب 15 جنيه لما بيجي لي للمنحل ويبقى مريض معرفوش، جيراني والناس واهلي بتعالجوا بعليكم. طيب بتاخد بتعمل بتعمل لسعة النحلة ازاي؟ بتطلع يعني بتسيب النحل يقف على ايديه؟ لا طبعا زي ما انا زي ما حضرتك شفت كده دي طريقة مقننة. ازاي يعني؟ بتمسك بايد، بتجيب اولا نحل عمره معين، بتمسك النحلة بايدك. ايه القرف ده؟ تمسك النحلة بإيدك؟ كائن ربنا حط له أكتر صورة كاملة. بتمسكه بإيدك بس قول لنا. أمسكه. بتمسكه بإيدك؟ إذا كان ربنا حط له كم نحلة؟ كم نحلة يعني؟ تستخدم صورة كم نحلة؟ كاملة أكتر من نص جزء يا بيه. كم نحلة؟ يا فندم يعني حضرتك كم نحلة طيب؟ حضرتك ما جاوبتنيش. ده أنت اللي ما جاوبتش، فين إدارة العلاج المستحدث لوزارة الصحة؟ دي جريمة، دي جريمة على الهواء. أنت شايف ده جريمة؟ طبعًا. بتطلع الشوكة بتاع